وللتعليق على مباراة تونس وأنغولا ينضم إلينا مراسلنا محمد الحمراوي من محيط استاد السويس. محمد، يعني تعليق الجمهور التونسي على أداء اللاعبين وعلى الخطة أو التشكيلة التي بدأ بها ألان غريس هذه المباراة. نعم أحمد، بالفعل النتيجة التي خرج بها لقاء تونس أمام أنغولا لم يكن مرضيا للجماهير التي جاءت للمشاركة أو لتشجيع الفريق التونسي في هذه المباراة. كان هناك تعليق من جانب المشجعين سواء العرب المشجعين لتونس أو الجماهير المصرية التي بدت واضحة حضورها في هذه المباراة بأنه كان هناك تعويل على ما يتعلق بخطة اللعب وأداء المدرب واتهام للمدرب بأنه كان يمكن أن يلعب بخطة أفضل من تلك الخطة أو أن يسارع بالتبديلات التي جاءت متأخرة بعض الشيء كما وصفها المشجعون. على الجانب الآخر جاء تعليق ألان غريس المدير الفني لمنتخب تونس بأن هناك بعض الأخطاء جرت في الملعب وتسبب فيها اللاعبون من عدم تطبيق الخطة المتفق عليها، ومؤكدا بأن هذه النتيجة ليست كما كان متوقعا وليست وفقا للتقديرات والخطة التي كانت موضوعة لهذه المباراة. وبالتالي هو أشار لأن المباريات المقبلة ستشهد تصحيحا للأوضاع للعودة إلى الطريق الصحيح كما وصفه غريس عقب هذه المباراة في تصريحات تلفزيونية، مؤكدا أيضا على أن هناك بعض اللاعبين وصفهم بأنهم كانوا خارج الخدمة ولم يقوموا بتطبيق الخطة التي كانت موضوعة والتي كان يمكن أن تقوم بتعديل النتيجة بسهولة. وبالتالي كان هناك يعني غضب أو عدم رضا لدى الجماهير والمشجعين للمنتخب التونسي، بينما كان هناك تعويل أو رأي للمدير الفني لمنتخب تونس بأن النتيجة كان يمكن أن تتعدل في حال التزم اللاعبون بالخطة الموضوعة وبالخطة التي جرى التدريب عليها خلال الفترة الماضية، مؤكدا على أن الفترة المقبلة هي وخلال المباريات المقبلة وأولها المباراة القادمة أمام مالي سيكون فيها تصحيح لمجريات الأمور فيما يتعلق بخطة المنتخب التونسي للفوز بالنقاط المقبلة ومن ثم الصعود والتأهل بعد دور المجموعات. نعم. طيب محمد ابقى معي، أتحول الآن إلى نجلاء بوخريس تنضم إلينا من تونس. يعني نجلاء، ما هي ردود أفعال حولك بداية بعد البداية المتعثرة للمنتخب التونسي في مشواره الإفريقي؟ نتيجة هذه المباراة الافتتاحية في الحقيقة كانت مخيبة لأمال الشارع الرياضي التونسي، هدف مقابل هدف يبدو أنه لم يرضي الشارع الرياضي التونسي والذين اعتبروا أن مستوى اللعب للاعبين للمنتخب التونسي كان دون المتوسط ودون المطلوب، بل حتى أن البعض وصفه بالضعيف جدا. في الحقيقة الهدف الأول الذي كان بإمضاء يوسف المساكني أدخل فرحة كبيرة على قلوب الجمهور التونسي، لكن سرعان ما تلاشت هذه الفرحة مع تحقيق للمنتخب الأنغولي لهدف التعادل في الربع الساعة الأخير من عمر هذه المباراة. رصدنا منذ قليل بعض آراء الجمهور التونسي ممن تابعوا هذه المباراة الافتتاحية، جميعهم اعتبروا أن هذه النتيجة صحيح مخيبة للأمال، لكن ربما تكون عنصر دفع لأبناء ألان غريس لربما تكثيف الجهود في المباراة القادمة يوم الجمعة المقبل ضد المنتخب المالي، وبالتالي يعني الذهاب قدما في هذه المباراة المقبلة ويعني اجتناب أي أخطاء في المباراة نجلاء. خاصة يعني على مستوى خط الدفاع. شكرا لك نجلاء بوخريس، كنت معي من تونس، والشكر موصول لك أيضا محمد الحمراوي كنت معي من محيط استاد السويس.